الفيلم بيبدأ بشلة شباب قاعدين على الشط وبيحتفلوا وبيستمتعوا بحياتهم على الآخر، وبيكون في مصور بيصور الدنيا كلها. بيجي واحد اسمه ميتش وبياخد منهم كل التليفونات وبيحطها في كيس عشان تكون السهرة خصوصية ليهم، ومحدش ينشر أي صورة ليهم على النت، ويقول لهم اليوم يومنا من غير تليفونات. هنا شابين اسمهم فانس وجيلبرت بيلاقوا كورة لزجة كبيرة وشكلها غريب جدا في المية ويطلعوها، ويا ريتهم ما طلعوها. الكل بيقرف من شكل الكورة دي وريحتها كمان، لكنهم مش بيهتموا بالموضوع ويسيبوها على الشط ويكملوا يومهم عادي جدا. مشهد الحفلة بيخلص هنا، وبيجي صباح اليوم الجديد وبيكون الكل نايم، وبتكون كايلي نايمة جنب ميتش وباقي الجروب نايمين في العربية. بتصحى كايلي من النوم وبتبص حواليها، فبتشوف طائر بيحاول يطير ولكنه مش قادر، وهي مش فاهمة ليه الطائر مش قادر يتحرك، وفجأة بيتسحب الطائر جوه الرمل بطريقة غريبة ومش مفهومة. بتخاف كايلي وبتحاول تنبههم وتقول لهم محدش يدوس على الرمل، وبتلاقي صاحبتها مرشا نايمة على كرسي وبتحاول تنبهها، لكن مرشا بتحط رجلها على الرمل ومش بتعرف تتحرك بعدها، والكل شايفينها ومرتبكين. بيحاول فانس انه يروح لها، وكايلي بتحاول تمنعه لكن مش بيهتم بكلامها، وفعلا بيمشي على الرمل عشان يوصل لمرشا لكنه بيقع على الرمل ومش بيعرف يتحرك، بيثبت في مكانه بطريقة غريبة، وبتكون الرمل بتبلع مرشا في نفس الوقت، وبيصرخ فانس من الوجع وبيطلب ان حد ينقذه. بتحاول روني حبيبته انها تساعده، وبيحاول فانس انه يقوم من الرمل لكن حاجة غريبة ماسكة فيه لدرجة ان وشه اتعور وجلد جسمه بيتسحب، والمجموعة كلها بتشوف اللي بيحصل مستغربين وبيصرخوا، وبيشوفوا فانس وهو بيتسحب جوه الرمل. كلهم بيبدأوا يتوتروا وبيحاولوا يفكروا بصوت عالي ازاي حصل كده، وبيفكروا انهم يتصلوا بحد لكن بيكتشفوا ان تليفوناتهم مش معاهم، حتى العربية اللي هم فيها فصلة شحن ومش بتدور. كده الجروب كله متعلقين على الشط من غير مخرج، وكلهم في حالة ذعر وقلق. من على ظهر السفينة كايلي بتحاول انها تلمس الرمل بايديها، وفجأة بيظهر من الرمل خطوط بيضة بتحاول تسحبها، وبيكون كل الجروب شايفين الكلام ده. بيصحى الشاب ده بعد مقلب اصحابه ليه اللي حطوه جوه البرميل ده، ومش عارف يخرج منه، وبيقعد يصرخ ويشتم شتايم وحشة اكيد مش هقولها. بيحاولوا انهم يهدوه ويقولوا له ما تتحركش من مكانك، وهو مصمم، لكن لما عرف ان مارشا وفانس ماتوا بيتوتر وبيثبت في مكانه. وبتروح كايلي مع ميتش جوه الكوخ، وبيكون جونا شايفهم وحس بالغيرة، والبنت اللي مش تمام دي بتحاول توقع بين كايلي وجونا لانهم كانوا على علاقة، فبتقول له سيبك من كايلي لانها تقريبا لقت واحد احسن منك. بتمر الساعات ومفيش حد بيسأل عليهم، وكايلي بتحدف واقي الشمس لصحابها لانهم تقريبا اتحرقوا من الشمس ومش عارفين يتحركوا لاي مكان، وجيلبرت على وشك انه يفقد الوعي من الحر جاب اخره. بتحاول كايلي انها تفكر هو ايه اللي حصل امبارح، وبيكتشفوا ان كل اللي كانوا معاهم في الحفلة اختفوا هم كمان، والرمل سحبتهم. وبتلاحظ ان الكورة الغريبة اللي لقوها الليلة اللي فاتت مكسورة، وانها كانت في الاساس بيضة وفقست، وفي حاجة اكيد خرجت منها. مش بس كده، ده المخلوق اللي خرج منها عايش تحت الرمل وبيتغذى عليهم. كايلي بتقول لهم بما ان المخلوق فقس امبارح فاكيد هو لسه صغير، ولكنهم عاوزين يتأكدوا، فبترمي اكل على الرمل.